Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights. To the real world. You can go back to your regular life. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية وقبل أي كلام أنا حابب أقوله، لازم وحتما ولابد أنك تتابع الحلقة دي للنهاية، لأن رسالة ومضمون الحلقة دي في آخرها، بس لازم تسمع الحلقة كاملة على بعضها من الأول للآخر علشان تعرف القصة كاملة. وكلامنا النهاردة عن الفيلم اللي عمل ضجة وقلب كل الموازين وكان حديث السوشيال ميديا في الأيام اللي احنا فيها دي، فيلم باربي الجديد، الفيلم اللي بيحط لك السم في العسل. الفيلم ده بلغت إيراداته حتى اليوم أكتر من 1,250,000,000 دولار وهو لسه في بداية عرضه. مخرجة الفيلم ده اسمها جريتا جريج، امرأة من النسويات المسترجلة والداعيات لانتصار النساء على الرجال في المعركة الدائرة الآن. العجيب ان تكلفة انتاج الفيلم ده بلغت 145,000,000 دولار. خد بالك، دي التكلفة النهائية، يعني ديكورات واجور الممثلين ومخرجين وطاقم التصوير والمونتير والجرافيك واماكن تصوير واستهلاك معدات وغيره وغيره. الاعجب بقى من الرقم ده ان الدعاية المصنوعة للفيلم ده بلغت 150,000,000 دولار، يعني اكتر من تكلفة انتاج الفيلم نفسه. والفيلم حتى الان اقترب من مكاسب 1,000,000,000 دولار وما زال في البدايات. الفيلم اتعمل له ضجة مفتعلة قبل عرضه في الدول الإسلامية تحديدا، وطبعا زي ما انتوا عارفين الجماهير المغفلة لمؤاخذة يعني بتروح فورا للشيء الممنوع حتى لو كان فيها لكها. لكن الغريب ان الدول المفترض انها إسلامية وافقت على عرض الفيلم مرة تانية بعد ما تظهرت برفض عرضه. طيب ايه الفيلم ده وايه قصته وبيتكلم عن ايه؟ بص يا سيدي، بيبدأ الفيلم بأطفال بنات بيلعبوا بعرايس وألعاب دوما صغيرة زي باقي الأطفال اللي في سنهم، وفجأة بتظهر لهم باربي بنت متكاملة الأنوثة، فالأطفال كلهم بينبهروا بيها لدرجة أنهم بيبدأوا يكسروا في باقي الألعاب اللي معاهم، ودي إشارة من البنات أنهم رافضين يكونوا أمهات في المستقبل على حسب وجهة نظر المخرج. لكن لسه الخطر جاي قدام، اصبر. المفترض في الفيلم أن البطلة لعبة بلاستيك واللي بتقوم بدورها ممثلة حقيقية، والبطل بتاع الفيلم متحول جنسيا وميوله بتميل للأنوثة. أنا مش عارف مين لعب في العداد بالظبط وقلب الموازين بالطريقة دي. المهم، مع التكلفة الضخمة للفيلم والدعاية المجنونة ليه، الفيلم أصلا ملوش قصة ولا فيه أي إبهار ولا تشويق. فيلم تافه وأحداث تافهة وخيال تافه، وتعرف نهاية الفيلم قبل بدايته. لكن الدعاية اللي بلغت 150,000,000 دولار عملت له ضجة وخلته فيلم واو، بل تقدر تقول عليه فيلم مبهر. ما هو كل حاجة بقت بالفلوس، ومبلغ الدعاية ده أصلا يأكد لك إن الفيلم تعبان، بس الدعاية هي اللي عملت له سوق. زي إلحاح الإعلانات وتكرارها كتير بيخلي عقلك الباطن يخزن رغبة في السلعة المعلن عنها، لحد وقت معين هتلاقي نفسك عاوز تجربها. ولو تفتكروا من فترة كبيرة شوية شركة كوكاكولا كانت دعمت الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وطبعا الشعوب العربية كلها والإسلامية عملت مقاطعة للشركة واستمرت كام شهر، وسرعان ما نسي الناس دعمهم للاحتلال، وأصبحت النهاردة كوكاكولا ضيف دائم على موائد الطعام اليوم. والسبب الإعلان، بل الإلحاح في الإعلان والبراعة فيه، ويخليك تبقى عاوز تشتريها فورا، ويبقى بقى القضية الفلسطينية خالص وتبيع القضية كلها وتقول هو أنا يعني اللي هحررها لما أمنع نفسي من شربها. المهم، ده اللي حصل بالظبط مع فيلم باربي التافه. إعلان ورا إعلان ورا إعلان وإلحاح مع إلحاح وإبهار في عرضه لحد ما يثبت في عقلك وتصمم
تدخل وتشاهد الفيلم. أضف لده كمان كمية اللون الوردي اللي في كل حاجة في الفيلم، وهو لون مريح إلى حد ما للعين وبيخليك في صفاء ذهني مؤقت. يعني مثلا هتلاقي المدينة اللي بتعيش فيها باربي كلها وردي، وبلاش كلمة بنك علشان ما يقولكش أنت بتتنضر للغة العربية، فمشيها وردي. هتلاقي المدينة كلها باللون الوردي، حتى طريق الأسفلت الجبال لونها وردي، والشجر والأرض والزرع وكل شيء، الملابس والمكياج والألوان كلها وردي. وبتعيش باربي في المدينة هي والنساء فقط، واللي بيتطفل عليهم من الرجالة بيعتبر شخص متوحش وغليظ وكياد وغدار. إنما الجنس التاني كائنات رقيقة ومهذبة وكيوتة كده في نفسها، وكأنهم من عالم تاني خيالي. والفيلم له رسالة خطرة جدا جدا وسط هذا الكم من السحر والخيال والألوان الوردية المريحة للعين، اللي من كتر استخدامها في كل شيء في الاستديو وكل أماكن التصوير نفذ مخزونها تماما من الشركة المتعاقدة مع منتج الفيلم والشركة المنتجة ليه. أما دعاية الفيلم فلك بس إنك تعرف إن الشركة المنتجة للفيلم اتعاقدت مع شركة سياحة وعقارات عرضت قصر كامل باللون الوردي للبيع، يشبه تماما أو قول نسخة من منزل باربي اللي في الفيلم. ودي صورة القصر بالتصوير الجوي اللي اتعاقدت معاه شركة إنتاج الفيلم مع شركة العقارات أو السياحة من أجل الدعاية للفيلم. وبعد كده الشركة اتعاقدت برضو مع شركة طيران، انت متخيل، علشان تخلي لون طيارتها برضو باللون الوردي زي ما انت شايف كده. وبعد كده كمان اتعاقدت مع شركة حافلات وسيارات نقل، ودهنت الشركة كل أسطولها المتحرك باللون الوردي، وهنا كمان مع شركة جيمز وشخصيات كرتونية خلتها كلها برضو كأنها باربي وبأشكال مختلفة. وتعاقدت برضو مع شركة أدوات تجميل ونظافة وأدوات طبية بنفس اللون زي ما انتوا شايفين، وأحذية وشنط، وشركة آيس كريم وحلويات، وشنط سفر وشنط حريمي، حتى شركات البرجر والوجبات السريعة، كل شيء باللون الوردي. أصبح حواليك حصار كامل باللون الوردي بشكل جنوني، انت متخيل 150 مليون دولار إعلانات باللون البينك أو الوردي، ممكن تعمل إيه في عقل الناس، خصوصا مع لون مريح للأعصاب والعين ومبهج بهذا الشكل. طيب بعد ده كله ايه خطر الفيلم وايه الرسالة اللي عاوز يوصلها، لسيما للجيل الصغير اللي فعلا اتفاعل مع الفيلم بشكل كبير جدا؟ بص يا سيدي، الرسالة الاولى ان الامومة دي شيء عادي لا داعي له، والزواج ممكن الاستغناء عنه، ولو عاوزة تخلفي مش معناها انك تتجوزي، ممكن عن طريق الزنا عياذا بالله. والرجالة ممكن نعيش من غيرهم، بل الحياة هتكون اجمل من غير وجودهم في الحياة. والجنس مش كله بين راجل وست، لا، الفيلم بيرسخ لمفهوم المثلية بشكل فج، وان ممارسة الفاحشة بين النساء والنساء والزواج المحرم بين النساء والنساء شيء عادي، وعلى المجتمع قبول المتحولين جنسيا. يعني يجب أن يقبل المجتمع زواج الذكور من الذكور والإناث من الإناث، ومن حق أي إنسان يعرف نفسه زي ما يحب، زي يعني ما بيقولوا بتوع مجتمع الميم أو الجندرية اللي ربنا ابتلانا بيهم في الفترة الأخيرة. يعني واحدة عرفت نفسها إنها بطة أو وزة أو عصفورة أو تمساح، أو حتى عرفت نفسها إنها ولد بس هي بشكل بنت، والولد برضو بيعرف نفسه انه بنت وبيسمي نفسه اسم بنت حتى بدون عملية تحويل جنسي. واحد حابب يعرف نفسه في بطاقته او في جواز سفره على انه غزالة او قطة او كلبة او خنزير، هو حر. يعني من الاخر كل رسائل الفيلم بتقولك عيش على حسب ما يجيبك خيالك، سواء كان خيالك ده سليم او غير سليم. يعني الفيلم كله دعوة للزنا واللواط والسحاق وفواحش اكتر مما كان في قوم نبي الله لوط بكتير جدا. واغلب شخصيات الفيلم عندهم انحراف فطري في الحقيقة بعيدا عن ادوارهم في الفيلم. فمثلا يعني هتلاقي الممثل هاري نيف وهو ذكر في الحقيقة لكنه بيعرف نفسه على انه انثى، ده في الحقيقة مش في الفيلم، وبالفعل هو قام بدور انثى في الفيلم. الفيلم خطورته انه بيتعرض في بلادنا الاسلامية، والشباب والبنات بدأوا يتجهوا للاتجاه ده سواء انت عارف او مش عارف، واصبح المجتمع حرفيا على حافة الانهيار. ولما نيجي نسلط الضوء على الامور اللي زي دي ونوجه الاباء والامهات
الأمهات خدوا بالكم من عيالكم يطلع لك مجموعة أميتوا الباطل بالسكوت عنه وانت كده نشرت وعرفت اللي مش عارف. والرد عليكم ببساطة أيوة والله هو ده المطلوب، المطلوب اني أعرف اللي مش عارف علشان ينتبه لأولاده ويدور وراهم ويقوم بدوره الرقابي ويعلمهم أساسيات الدين ويغرس فيهم الحياء وحب الفضيلة. بص يا سيد الأمر وصل لفين وانت تعرف شبابنا وبناتنا مهتم بإيه، وما تقوليش دول فئة غير بناتنا وشبابنا، لأن لو قلت كده أو انت متصور كده تبقى واهم. انا اول ما اعمل فيديو اطلع اتكلم فيه، عمري ما عملت فيديو من النوع ده قبل كده، بس بصراحه انا صحيت على اخبار بشعه مش قادره اوصف لكم قد ايه، بس يعني انا متاكده ان مش انا الوحيده اللي حاسه بكده، وان احنا كلنا لما قرينا الخبر ده عندنا كميه غضب مش طبيعيه. وانا هنا عشان اقول لكم اي فيل يو، عشان انا مش فاهمه ازاي فيلم باربي يتاجل من جولاي لاوغست لاخر اوغست. هو ازاي مفيش اهتمام يا جماعه بمشاعر الشباب للدرجه دي؟ يعني هي وصلت لي كده؟ يعني هو ده اللي احنا وصلنا له؟ طب انا اهو انا قدامكم مثال اهو، نزلت اجيب طقم بينك كنت عشان على اساس بقى ان هو في جولاي، انا ده مش هضطر ما البسوش لحد اخر اوغست، هتكون اصلا بلاوز ابنه. واحلف لكم بايه وحياه ربنا اقسم بالله، انا واحده صاحبتي راحت تعمل ضوافرها عشان بينك عشان تدخل بيها الفيلم، كده هتضطر تدخل بيها في اوغست اخر اوغست، معناه ان هي هتضطر تعمل ريفيل تاني قبل ما تدخل الفيلم عشان هيكون خلاص ضوافرها تولد. وانا متاكده ان في امثله غيري انا وصاحبتي كتير، يعني مش احنا بس اللي اتاثرنا بموضوع زي ده، بس انا مش مصدقه ومش مستوعبه استهتار والتلاعب بمشاعر الشباب للدرجات دي. يعني احنا بقت مشاعرنا سهله والدنيا بسيطه لدرجه ان انتوا تعملوا حركه زي دي، انا مش متصوره بصراحه. انا بس كنت طالعه اقول ان هو لو حد حاسس باللي انا حاسه بيه فاي فيد يو اي اندرستاند وير يو كومينج فروم، وان شاء الله بس يتعرف في اوجست وما يحصلش اي تاجيلات ثانيه. شكرا. شفتوا التغريب وصل لفين؟ شوفوا ايه الشغل الشاغل لاولادنا وبناتنا. انا عارف ومعاك ومصدقك، عارف اننا بعيد قوي، وعارف ان عائلاتنا ما زالت محتفظه بالقيم والمبادئ الدينيه، بس مش هنستنى لما الخبث ده يوصل لعقول ولادنا. سيدنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ضرب لنا اروع مثال في الباب ده لما بيقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. انا هنا بوعيك للشر اللي ممكن يوصل لك وبقول لك خد بالك. البنت اللي انت شفتها دي مجرد مثال من مئات، ودي ممكن تكون بنت او زوجة لها اولاد، فاللي زي دي اولادها هيكون شكلهم ايه وفكرهم عامل ازاي؟ بالله عليك دي اصلا وامثالها يصلحوا يكونوا زوجات او امهات المستقبل، وخد بالك وما تستبعدش انها تكون زميلة او صديقة بنتك، واكيد بنتك بتبدأ تلقط منها الافكار المسمومة دي. وصدقني انت ممكن تقول انا اول مرة اسمع اصلا عن الفيلم ده او عن مجتمع الميم او الجندرية او المثلية اللي انت بتقول عليها، بس للأسف البنات والشباب سمعوا، لسيما الاباء والامهات اللي بيسافروا لاوروبا وبياخدوا اولادهم معاهم هناك. الجيل ده اتشوه حرفيا بدون مبالغة، إلا من رحم الله وعصم، حتى إلا من رحم الله ده سواء بنت أو ولد اللي بعد كده هيكونوا زوج وزوجة. ممكن يكون ولد يبقى زوج في يوم من الأيام ويقع مع واحدة من دول، أو تكون بنت وتقع مع واحد لمؤاخذة شاذ أو منحرف، فخد بالك وانتبه. الأمر مش مجرد معرفة أو حلقة بنقدمها، الأمر فعلا والله العظيم خطير، وعلشان كده لابد من التوعية والتربية علشان نرجع المجتمع تاني ونرجع الأمور في نصابها الصحيح. وياريت ياريت وأتمنى والله تنشروا الحلقة دي على أوسع نطاق وتنبهوا وتحذروا غيركم، لسيما أولياء الأمور. خلوا أولادكم مرتبطين بالقرآن وصحيح الدين، لأن القرآن وفهمه هو سفينة النجاة في ظل هذه الأمواج المتلاطمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم بحفظه وأن ينجيهم من شرور شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.